حياكم الله مشاهدينا في حلقة جديدة من يو مايك. حلقتنا لهذا الأسبوع تتناول الواقع الصحي ومستوى الخدمات المقدمة إلى المواطنين. البداية راح تكون من محافظة ديالى، راح ناخذكم بجولة في مدينة بعقوبة لاستطلاع آراء المواطنين ومعرفة مستوى الخدمات المقدمة إليهم. خليكم ويانا. السلام عليكم. عليكم السلام. شلون نشوف مستوى الخدمات الصحية المقدمة بالمستشفيات الحكومية؟ والله المستوى يعني مو تحت الصفر، يعني العالم قامت تروح للخاص اكثر من العام. العام خدمات مالته طب للصيدليات البي الدور علاج ماكو، يعني تلقاه كان يقول لك بس براسيتول، تطلع برا تاخذ العلاج كله من برا، زين برا كله غالي. يعني انت من تتمرض او عائلتك من لا سمح الله تتعرض لمرض تراجع مستشفى خاص ام عام؟ والله خاص، يعني عام ماكو، كل شيء ماكو. هو ترى تروح على العام وراح يدزك برا، يعني تضطر انه تراجع الخاص. طيب ماذا تطالبون من الحكومه الجديده لتحسين الواقع الصحي؟ والله اول شيء طالب من الحكومه انه يهتمون بموضوع المستشفيات، يعني ابسط شيء هذا العلاج المفروض يوفروا به. المريض ما يطلب من المستشفى، المفروض ما يطلع خارج المستشفى ويدور علاج. العلاج ما تغير ياخذه كله من المستشفى، انت مو ياخذ ربع من العلاج من المستشفى يطلع برا يكمل الباقي، يعني ياخذون منه بال100,000 هو اكثر شيء العلاج برا. غير يوفرون خدمات، يوفرون سراير، العمليات، يعني صفر. شكرا جزيلا. والله واقع الخدمات بالمستشفى بصوره عامه هي يعني واقع تحت الصفر. يعني تروح للمستشفى من انت حالتك المرضيه تعبانه وتحتاج دواء، الدواء الغالي قبل يدزوك على اللي برا خارج المستشفى، تاخذه من الصيدليات، صيدليات توفر الدواء غالي. زين اما العمليات داخل المستشفى تروح عليهم، يعني الدكتور يجبرك تروح على الخاص. اما بالحكومه يتاخر، واذا انت حالتك تعبانه، حالتك المرضيه تعبانه محتاج عمليه سريعه تروح، لازم يعني مجبور تروح تدفع فلوس حتى تروح بالخاص تسوي عمليه. زين اذا المرض تراجع مستشفى خاص ام حكومي؟ اروح مستشفى خاص لان اضمن صحتي، احسن ما اروح مستشفى حكومي. مستشفى الحكومي لاكو اهتمام بالمريض، لاكو اهتمام يعني بالادويه، لاكو تروح يعني ماكو اهتمام مقابلك. تروح المستشفى الحكومي لا بفلوسك يعني تشوف اهتمام، تشوف كوادر صحيه مضبوطه. طيب شنو مطالباتكم من الحكومه الجديده لتحسين الواقع الصحي؟ نطالب المستشفيات يعني توفير الادويه داخل المستشفى، توفير العنايه للاطباء، تعديل اسلوب الاطباء للمرضى. زين يعني احنا اذا نباوع للخارج خدمات بالخارج ما نباوع مو مثل داخل العراق. شلون تقيم واقع الخدمات المستشفيات الحكوميه؟ والله خدمات لا زينه ولا مو زينه. اولا الدواء، انت مريض الدواء تاخذه لازم كله من برا من المستشفى، بعد ماكو الا شنو الا بفلوس، الا تسوي عمليتك يم دكتور ب 700 بمليون بمليون ونص، هي هاي الخدمات بمستشفيات دياله. ده نضيف ماكو، الطب للمغاسل يعني اشياء ما متوقعيها، اشكال خدمات مستشفيات دياله يعني ماكو فول خدمات. طيب شلون من عند المرض راجع مستشفيات خاصه ام حكوميه؟ كلها خاصه وكلها بفلوس، لازم حتى يمشي لك العمليه بسرعه والطيب كله لازم بفلوس. ذاك يوم ابوي سوى عيونه اثنينات بمليون ونص، وهو بس بياض بعيونه، هذا يعني تغوش عيونه، وعاد اسود وذن سوالف بمليون ونص، يعني شنو بالحكوميه يتاخر 3 أشهر ما ادري 4، هاي ينعم يداهيج. والله الواقع الصحي المستشفيات الحكوميه كلش تعبان، يعني الدكاتره اللي مقيمين بالمستشفيات العامه مو نفسهم الدكاتره اللي بالعيادات الخاصه، يعني تلاحظ انه تعامله بالخاص وحد بالعام وحد، ماكو نظافه ماكو ترتيب، ادويه قليله، نص الادويه اللي اذا تيجي تراجع تروح المستشفى طوارئ بعقوبه اذا يريدون ادويه اغلب الادويه من الصيدلات الخارجيه، ليش ما متوفره بالمستشفى؟ شنو السبب؟ مع العلم يعني كل الامكانيات متوفره، كل الموازنات موجوده، بس الادويه كلها خارج المستشفى. طيب عند المرض تراجع مستشفى خاص ام عام؟ لا والله راجع خاص. الدكتور نفسه ابو العام يقول يحولنا على الخاص، روح علي على الخاص. وتعامله بالخاص يختلف عن تعامله بالعام، يعني بالخاص يشيل لك مثل ما يقول لك بالصلوات، بالعام لا، وين؟ العام يجي باوع على الحاله، في مال لا في مال لا.
طيب ماذا تطالبون من الحكومة الجديدة لتحسين الواقع الصحي؟ والله نتمنى نفس الزيارة اللي زارها مهندس محمد المستشفى الكاظمية ذاك اليوم، لما قال 14 دكتور المحمودية وابو غريب. نتمنى في الزيارة مفاجأة المستشفى عن بعقوبة، المستشفى البتول، بس يعني لاحظون تعامل الدكاترة مع المراجعين لا أكثر ولا أقل. شلون نشوف الواقع الصحي بالمستشفيات الحكومية؟ والله نوعا ما جيد، يعني ما أقول لك جيد جدا بس جيد، يعني الكادر هناك زينين وأكو شغلات، بس أكو عندنا نقصات بالأجهزة، أكو نقصات بالاختصاصات بالعلاجات، يعني ماكو خدمات، يعني ما أقول لك كاملة 100%، لا والله أكو نقص عندنا هواي بشغلات يعني بالخدمات هناك. طيب عند المرض راجع مستشفى خاص أم عام؟ والله الشغلات البسيطة راجع بها المستشفيات العامة، بس أكو شغلات لا والله لازم يعني أضطر آني والمراجعة والمواطن الباقي إنه يراجع عيادات خاصة أو مستشفيات خاصة، لأن أكو بها نقصات بالعلاجات، نقصات بالكادر، نقص بالأجهزة الطبية، يعني هو شغلات أكو بها نقص. ماذا تطالبون من الحكومة الجديدة لتحسين الواقع الصحي؟ والله أول شيء ترميم المراكز الصحية، المستشفيات، توفير أجهزة طبية كاملة، توفير علاجات كاملة، يعني هو أكو نقص بالعلاجات، يعني أغلب الأحيان من تراجع مركز صحي أو مستشفى يقول لك هذا العلاج ما موجود يمي، تأخذ من الصيدلية الخارجية. أتمنى أن يعني أكو شغلات لازم تتوفر هناك، وبالأخص يعني علاجات الأمراض المزمنة، هذن اللي يريد إن شاء الله من الحكومة الجديدة توفر لنا ياهن. شكرا جزيلا. والله الواقع الصحي يعني ضعيف جدا، يعني ماكو علاجات، ماكو بالمستشفيات الحكومية، فنطالب يوفرون علاجات بالمستشفيات الحكومة أحسن ما تروح تشتري من الخارج. أي. طيب عند المرض راجع مستشفيات خاصة أم عامة؟ والله أكثر الأغلب المرات راجع المستشفيات الخاصة، فنطالب من الحكومة بإعمار مستشفيات، إبناء مستشفيات، يعني ترتيب المستشفيات وتطور بهن. خدمات مو بالمستوى المطلوب، يعني هواي اكو نواقص بالمستشفيات من خلال يعني اجهزه حديثه، علاجات ماكو علاجات، يعني ابسط شيء يعني انا ابني اخذته للمستشفى الدكتور كتب لي على علاج من برا، يعني ماكو علاج قليل، تصور مغذي يقول لي مغذي روح اخذه من برا، يعني ماكو. طيب انت عند المرض تراجع مستشفيات خاصه ام عامه؟ لا مستشفيات عامه، بس اكو منها كثرة الازدحامات وكثرة المواعيد، العالم وين تضطر تروح الى مستشفيات خاصة او مستشفيات اهلية. كانت هذه ابرز اراء المواطنين في مدينة بعقوبة حول موضوع حلقتنا لهذا الاسبوع وهو الواقع الصحي. مستمرين وياكم ولكن من محافظة المثنى مع الزميل خليل بركات. شكرا علي. لا يختلف الواقع الصحي في محافظة المثنى عن بقية المحافظات. اليوم راح ناخذكم جولة استطلاعية من حلقة يومايك لهذا الأسبوع في شارع الأطباء وسط مدينة السماء، وراح نستطلع آراء المواطنين حول تقديم الخدمات الصحية في المؤسسات الحكومية وأيضا في القطاع الخاص. ابقوا معنا. السلام عليكم. عليكم السلام، اهلا وسهلا. شنو رأيك بالخدمات الصحية المقدمة بالمؤسسات الحكومية؟ والله يعني الواقع ماكو أي خدمات، مجرد مستشفيات، هياكل وحيطان وناس وموظفين يتحركون داخلها. هسه مو داخل المستشفيات، هسه احنا ما نريد داخل المستشفيات. الواقع الصحي بالصيدليات، ليش تسعيره ماكو؟ يعني كل دول العالم اكو تسعيره للادويه، بس شغله بسيطه. زين حجي، اذا صار عندك عرض صحي معين تراجع المستشفى الحكومي ولا الخاص؟ اروح يعني هاي الاطباء او الصيادله او لا، يعني للقطاع الخاص. ماكو المستشفى كل شيء ما بيه اليوم، يعني تتواجه بشارع الاطباء خير. والله عندي مريض وجاي اراجع لحسابي. نعم. ليش ما تراجع المؤسسات الصحيه يعني الحكوميه؟ والله خدماتها يعني ما بها اي مجامله، صفر. يعني تجي للمؤسسه تدخل هاي انطاك قصاصه وقال لك روح جيب لي علاج من برا، تعال العياده العصر، وهاي يعني ذيك الفكره واضحه، رقابات ماكو، فالبشرين نجبر يجيب مريضه ويجي على حسابه. نعم. زين انت شنو اللي عندك اليوم بالضبط ممكن يكون متوفر بالمستشفيات الحكوميه؟ والله انا جيت هسه سويت لي عمليه لاهلي، فجيت على حسابي على مود يحتنون بها، فهناك ماكو احتنان، يعني الشغله واضحه على حسابك شويه يحتنون بالمريض اكثر. شنو تطالبون الحكومه الجديده بال يعني بالملف الصحي؟
والله نطالب الحكومة يعني يعتنون بالمواطن، المواطن متعوب يعني تلقي كاسي بتلقي لوشي، فهناك الأسعار بالصيدليات خيالية يعني، هذا يا دوب يدبر القوت مالته يشتغل ب 15 25 ألف، يجي هنا بالعيادات وهاي كلها ب 50، الكشفة ب 35، هاي فبلكي المؤسسات اللي شوية تتحسن شوية المواطن بلكي يتجه لها أكثر ما يروح على حسابه. شو رأيك بالخدمات الصحية المقدمة داخل المستشفى؟ كل حظ ما بيها، لا خدمة بيها حظ، لا بالأهلي ولا بالحكومة. ليش؟ ماكو حتى ذاك اليوم احنا داخلين المستشفى يعني يشمر الماي هو يمشي، احترام ماكو، نظام ما عندهم، أسعار غالية، مستشفى غالي، اللي يجي الفقير ما يديروا إلا بال، يعني بكل الأحوال. المستشفى الأهلي تروح ب 600 العملية، تروح حكومي، الحكومي تطلب الدكتور عليك 250 ل 300، الدكتورة تسوي الا تعطوني مال البنك وتعطوني مال اللي برحنا يعني رشوه؟ اي رشوه، دخلنا مستشفى حتى سرج هذا القارصه اشتريناها. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. شو رايك بالخدمات الصحيه المقدمه بالمؤسسات هنا داخل المثنى؟ والله الخدمات الصحيه المقدمه في الخدمات يعني داخل المؤسسات الصحيه في المثنى يعني خلينا نقول شوفوا الفاشله. يعني ما عندهم شيء، مجرد الطب للمستشفى ماكو فايده، يجي الدكتور ماكو دكتور، هو طبيب مقيم يمكن يجي شخصك اعطاك في المغذي، ما عندهم غير المغذي والابره والكانون هنا ذني، والباقي تطلع تشتري هنا من الصيدليه. في حال يعني حصل وياك حادث صحي معين تراجع المستشفى الحكومي لو الخاص وليش؟ ليه ما تراجع المؤسسه الحكوميه؟ ما بها اي شيء، ليش اراجعها؟ خذ مكان ما اروح، اروح للصيدليه هي بها الادويه واحسن من ادويه المستشفى، ونفس الدكاتره هم اللي يداومون بالمستشفى يداومون بالصيدليه وينطيك الوصفه احسن من المستشفى. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شو رايك بالخدمات الصحيه المقدمه داخل المستشفيات الحكومية؟ الخدمات الصحية داخل المستشفيات الحكومية من تروح للدكتور وكأنه ما يعطيك ظهره، ما يعتني بيك مثل ما يعتني بيك بالعيادة. نعم. اختلاف 100% يعني، وكأنه ما كفيان ولا كأنه ما ياخذ راتب ولا كأنه ما يشتغل موظف حكومي. ليش يعني هذا تعاملهم؟ هو تعامل مادية صارت الشغلة، لأنه رقابة ماكو، حساب ماكو، فالدكتور ما يخاف. شنو الرسالة اللي توجهونها للحكومة الحالية بما يتعلق بالقطاع الصحي؟ والله نتأمل من الحكومة الجديدة إن شاء الله، إن شاء الله تكون عند حسن المواطن الفقير، المواطن اللي ما يقدر يحصل قوت يومه يعني، فإن شاء الله إن شاء الله تكون عونا له. نعم. زين أنتم تراجعون القطاع الخاص لو القطاع الحكومي إذا صار شيء؟ ما قطاع حكومي ما بيه كل فائدة أبدا، قطاع الخاص هسه أنا عندي مريض جاي بقطاع خاص. قطاع مثل ما قلت لك الاهتمام بالقطاع الحكومي يختلف عن الاهتمام بالقطاع الخاص، فانت هسه لاحظها راجع الصبح وشوف مثل ما تراجع العصر تختلف فيه اختلاف مادية، فان شاء الله يكون هناك حساب يعني احنا حساب رقابه حتى المواطن الفقير اللي ما يقدر ما يحصل قوت يومه، اللي اجير اليومي، اللي يشتغل بالعمل، هذا وين يقدر يجي للطبيب؟ هسه انت ابسط شيء تجي العصر يدير لك 200 300 صدقني. شكرا جزيلا. وسهلا. اتمنى لكم. انت اليوم ايش عندك هنا حجيه؟ مريضه جابونا الدكتور. يعني ليش ما رحت للمستشفيات الحكوميه؟ ما رحت والله المستشفى الحكومي. بويا ما رحت للحكومه، ايش طيبتني؟ ما طيبتني. امشي اليوم اعطيني بري وحبابي ورحت لهنا ولا طيبين ولا زين. وهنا شنطون ايش شنو الفرق؟ هاي اجيب فلوسي. نعم. اي هسه اريد لنا مستشفى. وين؟ احنا عند العاجب. اي عند العاجب بالمستشفى بعيد علينا. زين شو طالبين من الحكومه هسه؟ حكومه السودان حكومه جديده، شو طالبين من عندها؟ طالب مستشفى اريد منها. نعم. اي وين تردون المستشفى بالضبط انتم؟ اريد غاديه مهن. نعم. اي هنا الشمس الغربيه. عند العاجب. زين يعني ماكو مستشفيات يمكن قريبه من عندكم؟ ابوي بعيده مستشفيات. نعم. والله بعيده، هاي الحكومه الجديده مستشفياتها زينه، هاي الاوليه راحت ثربتتها. إلى هنا انتهت وإياكم أعزائي المشاهدين جولتنا الاستطلاعية عن الواقع الصحي في محافظة المثنى، والآن ننتقل إلى محافظة أربيل مع الزميل مشرق المنصور لنستطلع آراء الشارع هناك، ابقوا معنا. مستمرين معكم مشاهدي يو تي في وحلقة جديدة من برنامج يو مايك الآن من أربيل، وتتعلق هذه الحلقة بمستوى الخدمات الصحية في أربيل وعموم البلاد. سؤالنا اليوم مستوى الخدمات الصحية بشكل عام شلون تشوفه؟ زائدا فيما لو لا قدر الله كان عندك مريض، هل تفضل تروح مستشفى خاص
لو مستشفى حكومي وشنو السبب؟ المستوى الصحي في عموم البلد يعني مستوى قياسا بخارج القطر هو مستوى متدني جدا، يعني يمكن إذا الإنسان يروح صحيح إلى المستشفى يمرض، فكيف بالمريض؟ وأكيد إذا لا قدر الله تعرضنا لحادث أو مرض معين أكيد المستشفى الأهلي وجود أجهزة متطورة وجود عناية، والبلد هو بشكل عام مثل كل العالم يتجه باتجاه الخصخصة في كل شيء في كل ميادين الحياة. طيب الآن بالعراق حكومة جديدة، كونك مواطن عراقي فيما يتعلق بالقطاع الصحي شنو تريد من الحكومة الجديدة في مجال الصحة؟ أكيد توفير الضمان الصحي لكل إنسان بدءا من كبار السن رجوعا الى موظفي الدوله. احنا يمكن لو ما نطالب مثلا بزياده رواتب الموظف او العاطل عن العمل، ولكن لو اكو ضمان صحي يضمن صحه هذا الانسان اللي هو اعز شيء واثمن شيء خلق الله سبحانه وتعالى، لكن اللي نشوفه بالعكس في بلدنا ارخص شيء الانسان. والله المستشفيات الاهليه او العيادات الاهليه صراحه شويه اسعارها مرتفعه صراحه، ولهذا انا صراحه افضل انه اروح الاماكن الحكوميه، مثلا انا من بغداد انا جاره بالاربيل، لكن افضل اروح المستشفى اليرموك او المستوصف الصحي بالمنطقه يمنه بسبب ارتفاع الاسعار. ومستوى الخدمات؟ مستوى الخدمات في الحكوميه انا اقول لك يعني شويه تلكؤ، اما في الاهلي يعني صراحه العمل يكون اسرع والفحص يكون أدق، لأن الأجهزة بالأماكن الأهلية أكثر، بالحكومية أجهزة قليلة ويعني دائما تكون قديمة. نشوفها متطورة أكثر يعني بالأهلية. رأيك؟ يعني بالأهلية متطورة أكثر من الحكومية، في هذا اللي أشوف الأهلي أفضل من الحكومة بهواي يعني شغلات. لكن الأسعار يمكن مختلفة. هي الأسعار بس إنه واحد يشتري صحته. يعني صحيح الاسعار مرتفعه بس واحد يشتري صحته، انه يعني تشوف المستشفى مال مثلا والولاده يعني ابسط لها تاخذها قبل الاهليه، يعني يعني شكلك الحكوميه شو صعبه والنظافه ماكو اهمال. طيب الان شكلت حكومه جديده في العراق في بغداد، كمواطنين شنو تطلبون من الحكومه الجديده فيما يتعلق بالخدمات الصحيه؟ هو ما نطلب احنا يعني هي المفروض هي يوفروها، يعني احنا ما نطلب ولا شيء، هي انتم تشوفون اكو نقص وتقول احنا نريد كذا وكذا وكذا يتطور في القطاع الصحي. نقص يعني بشنو؟ هو ذا كله نقص، هم الحكومه كلها نقص، يعني اذا يعني يكون يعيدوها هيكله ترتيب اعاده خريطه مال يعني صحيه مدارس، يعني هذا الترتيب هذا اكيد يعني لازم اكو هيكليه جديده يعني يعني بشكل كامل لوزاره الصحه، يعني يعني سنة عن سنة جاي يتكرر نفس الشيء. الحكومة راحت يعني ما صار أي تغيير، الحكومة الحالية ما أعتقد راح يصير تغيير، يعني أتمنى يصير تغيير. طيب نلاحظ أنه انتشرت ظاهرة في العراق في السنوات الأخيرة أنه كثير من المرضى يتجهون للعلاج يا أما خارج البلاد قسم نحو الهند ودول أخرى، أو يجون إلى كردستان للعلاج، برأيك شنو سبب هذه الظاهرة؟ والله أعتقد عدم ثقة بالأطباء داخل البلد، يعني أنا صراحة قبل فترة يعني صديقي ود أعتقد أحد أفراد عائلته للهند، بس صراحة العلاج بالهند يعني مو تمام، يعني صراحة أقول لك أنا حسب تجربة صديقي، لكن صراحة يعني حسب يعني تجربتي أكو أطباء زينين لكن تكلفة كلش عالية عالية جدا. شنو رأيك في الظاهرة أو سببها؟ ليش قسم يتجهون إلى أربيل للعلاج يجون من الجنوب أو من بغداد أو يروحون إلى دول برا؟ يعني مثل ما قال مهند إنه يعني أنا ما أتين عندي صديقي إنه هنا فحص يعني بالنجف فحص يعني تقريبا أكثر من دكتور على مود بصر. أنت من النجف؟ من النجف. أهلا وسهلا. أهلا بيك. إنه فحص بصر مال مرته زوجته بالنجف تقريبا 3 دكاترة أو 4 ما عالجوه، اجل هنا الأربيل أو عندهم هنا مستشفى الأمريكي أعتقد أو اللبناني، يعني خلال يوم أو يومين رجع البصر ماكو اللي العلاج تقريبا 100% كدقة العلاج هناك، من يعني كعلاج إنه بالنجف تعبان أطباء، يعني الأطباء رايحين ما يعالجك الحالة بصف الحالة، يعني هيك خط بصف الاستكمال. يعني بشكل عام افهم من كلامكم انه تشوفون اكو نقص في الخدمات الصحيه بشكل عام، موجود هذا النقص ومستمر منذ سنوات طويله يعني بالجانب الحكومي كلش،
بالجانب الاهلي يعني اكو نقصات، لكن مو مثل الجانب الحكومي صراحه. يعني من جانب النظافه، يعني هسه طب اي مستشفى حكوميه، اي مستشفى حكوميه تلقى يعني شغلات تتعجل. فاحنا نتمنى يعني فشيء افضل بالمستقبل ان شاء الله. نتمنى لكم الصحه والعافيه والتوفيق، وشكرا جزيلا عيني. شكرا جزيلا، بالسلامه. هلا ومرحبا. مرحبا. اهلا ومرحبا. الاسم الكريم اسماعيل علي. احنا برنامج يو مايك، واليوم مسوين حلقتنا عن مستوى الخدمات الصحيه، فنريد نعرف رايك مستوى الخدمات الصحيه في اربيل. بالنسبه للخدمات الصحيه باربيل نقدر نقول يعني بالمئة 80 زين. قبل كان المستشفيات الحكوميه افضل، بس هسه صار الحاله الصحيه هم صاير تجاري، يعني مفتحين مستشفيات، واي واحد يروح يلقي يعني يروح المستشفيات الاهليه يكونوا شنو يخدمون ازيد، لانه فلوس على مود هذا. يعني يعني انسان اذا يحب نفسه وعنده السيود يعني مالي يروح للمستشفى الاهلي، بس اذا لا ما عنده فقير والله يروح للمستشفيات الحكوميه. مستشفيات حكوميه هم هوايه يعني هم زينه، بس شنو بالنسبه للقضايا العمليات وبالنسبه للقضايا الاشاعات يعني كبيره وملونه وش اسمه يحتاج يعني السره يعني الوقت على موت هذا ايه زخد عليهم. مشاهدي يو تي في، الى هنا نختتم حلقتنا لهذا اليوم من برنامج يو مايك، والتي تناولنا فيها مستوى الخدمات الصحيه. فالى حلقه جديده الاسبوع القادم وموضوع جديد.